السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي طلاب وطلبات الصف الثاني الإعدادي، أهلا ومرحبا بكم مع فصل جديد من فصول القصة. الفصل بتاعنا النهاردة الفصل الثاني عشر بعنوان العدوان والصمود. طيب بيقول لي عادة إسرائيل تهاجم مصر مرة أخرى عام 1967 ومن ورائها الدول الاستعمارية ويهود العالم. طيب كيف كان هجوم إسرائيل على مصر؟ يقول لي كان هجوم إسرائيل على مصر مفاجأة ونكسة. طيب ليه؟ لأنه لم يكن متوقعا، لأن إسرائيل وصلت إلى شرقي قناة السويس بعد أن خسر الجيش المصري أكثر معداته وذخيرته. طيب تعالوا كده نشوف مع بعض سؤال متفوقين. السؤال بتاعي بيقول لي إيه؟ ما الدولة التي غزت مصر في عام 1967؟ منتظرين إجاباتكم من خلال التعليقات على الفيديو. في الوقت ده أبى شعب مصر الخضوع والاستسلام وأن يقبل النكسة والهزيمة والذل والهوان، يبقى كان لشعب مصر ردة فعل لهذا العدوان، فأبى الشعب المصري ورفض الخضوع والاستسلام وأن يقبل النكسة والهزيمة والذل والهوان. طب يا ترى إيه ردة فعل مصر؟ قالك أبى شعب مصر الذل والهوان لأنه شعب صلب بتكوينه، عظيم بأصله، عزيز بطبعه، قوي بعزيمته وإرادته. يبقى لماذا أبى شعب مصر الذل والهوان؟ هنقول له ليه؟ لأنه شعب صلب بتكوينه، عظيم بأصله، وعزيز بطبعه، قوي بعزيمته وإرادته. معي سؤال المتفوقين بيقول لي لماذا رفض شعب مصر هزيمة ونكسة 1967 ميلاديا؟ أنا مستنية إجابتكم في التعليقات على الفيديو. طيب بيقولي أعادت مصر بناء جيشها بعد النكسة عن طريق إزاي؟ مصر أعادت بناء الجيش، بيقولي قامت بتسليحه بأحدث الأسلحة وأحسنها وتنظيمه بأحدث أساليب الحرب والقتال، وتم إدخال العناصر المتعلمة فيه لتزيد وعيا للرسالة الملقاة عليه. يبقى لو قال لي كيف أعادت مصر بناء جيشها بعد النكسة، أقول له أول حاجة عن طريق تسليح الجيش بأحدث الأسلحة وأحسنها، تنظيمه بأحدث أساليب الحرب والقتال، وأدخلت فيه العناصر المتعلمة لتزيد وعيا للرسالة الملقاة عليه. طيب بيقول لي ظهرت بوادر عزم المصريين وصمودهم بعد النكسة في مظهرين، ايه هم بقى المظهرين دول؟ تعالوا كده نشوف مع بعض. المظهر الاول اغراق المدمرة البحرية ايلات بتوربيد مصري. المظهر الثاني هزيمة اسرائيل في موقعة المدافع عند قناة السويس. يبقى لو جه سؤال وقال لي بما تفسر ادخال عناصر متعلمه في الجيش، قلنا ليه؟ تم ادخال العناصر المتعلمه لتزيد وعيا للرساله الملقاه عليه. راحت مصر تدعم المقاومه الفلسطينيه داخل الاراضي المحتله بالرغم من الظروف اللي هي كانت فيها او النكسه اللي هي كانت فيها، بس بدات انها تدعم او تقوي او تساند المقاومه الفلسطينيه داخل الاراضي المحتله، فبدات تساندها حتى اصبحت اشواكا تؤلم اسرائيل وتعمل لها الف حساب. فتحولت مصر بعد النكسة من مرحلة الصمود إلى مرحلة الردع. طب إزاي تحولت من مرحلة الصمود إلى مرحلة الردع، أو إيه مظاهر التحول دوت؟ أول حاجة حطمت حصون العدو وطائراته. تسلل الفدائيون داخل إسرائيل يضربون المستعمرات والطرقات، طبعا ده على أرض إيه؟ سيناء. دافع أهالي شدوان عن جزيرتهم بكل قوة حتى انتصروا على العدو أو على العدوان. حاولت إسرائيل في ذلك الوقت أن تسيطر على جزيرة شدوان، لكن دافع أهالي هذه الجزيرة عن جزيرتهم بكل قوة حتى انتصروا على العدو. كمان من مظاهر هذه المرحلة دمرت الضفادع البشرية ميناء إيلات الإسرائيلية بما فيه من دبابات وسفن نقل. يبقى دمرت الضفادع البشرية ميناء إيلات الإسرائيلي بما فيه من دبابات وسفن للنقل. طب تعالى ناخد كده يعني نفهم اكتر اللي حصل في جزيرة شدوان. قال لك تقع جزيرة شدوان معزولة في الماء عند مدخل خليج السويس، وهجمت عليها إسرائيل لأنه لا يوجد بها غير مجموعة صغيرة من الرجال، وبذلك تستطيع تحقيق نصر سهل أمام العالم.
لكن تجلى الصمود المصري في هذه الجزيرة عن طريق الاستمرار في المقاومة ضد العدو ورده والصمود أمامه كالجبال دون خوف، حتى اضطر هذا العدو إلى التراجع وبدأ أنه يعترف بقوة المصريين. تعالى نتكلم دلوقتي عن دور الضفادع البشرية في مرحلة الردع. بيقولي قامت الضفادع البشرية بتوجيه الضربة الثانية إلى ميناء إيلات. ركبت الضفادع طائرة هليكوبتر نحو الميناء وأخذت كل مجموعة عدتها لنصف الميناء وأعطيت إشارة فاندلعت النار في الميناء. يبقى لو جيت قلت لك ما دور الضفادع البشرية في مرحلة الردع، أول حاجة قامت بتوجيه الضربة الثانية إلى ميناء إيلات، وركبت الضفادع طائرة هليكوبتر نحو الميناء وأخذت كل مجموعة عدتها لنصف الميناء وأعطيت إشارة فاندلعت النيران في الميناء. دي كانت طبعا ضربة قوية لإسرائيل. طيب تعالوا كده نشوف مع بعض سؤال متفوقين. السؤال بتاعي بيقول لي ايه؟ كيف تجلى الصمود المصري في جزيرة شدوان؟ وانا مستنية اجاباتكم من خلال التعليقات على الفيديو. نتيجة هذه الجولة بدأت تشتعل النيران في ناقلة الدبابات بيت هيشة وسفينة النقل العسكرية بتيام. يبقى نتيجة هذه الجولة أو نتيجة ما قام به الضفادع البشرية اشتعلت النيران في ناقلة الدبابات بيت هيشة وسفينة النقل العسكرية بتيام. تحولت مصر بعد ذلك من مرحلة الصمود والردع إلى مرحلة المبادئ، يعني هي اللي هتبدأ بالإيه؟ بالهجوم. فأخذت زمام الهجوم برا وبحرا وجوا وأصبحت تعبر قناة عدة مرات في اليوم الواحد لتثير الرعب والخوف والفزع في العدو. تعال نشوف مع بعض السؤال المتفوقين. ماذا تعرف عن بيت هيشع وبيت يام؟ أنا مستنية إجاباتكم في التعليقات على الفيديو. من قال المؤرخ وعالم الآثار مازبيرو عن مصر؟ تعالوا نشوفوا قال إيه. إن مصر خالدة على مر الزمن، فكم من مرة دخلها الغاصبون وظنوا أنهم قلبوا مدنها أنقادا فوق سكانها، فإذا شعب مصر ينفض ما ظنه الغاصبون فناء ويبعثون من تحت الأرض أعزة أقوياء. ده طبعا اللي قاله المؤرخ الكبير الذي تحدث عن مصر كثيرا مازبيرو. وبكده نكون عرضنا مع بعض الفصل بتاعنا، وإلى لقاء آخر في فصل جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.